بغل الميت يستقبل زوار جامع الكتبية التاريخي بمراكش. يبدو أن قطاع السياحة في مدينة مراكش التي تصف إلى وقت قريب بالعاصمة السياحية للمملكة المغربية يشهد تراجع مهول بسبب الأزمة الصحية من جهة أولى وإهمال المسؤولين من جهة أخرى. فبحسب المعطيات التي توصلت بها مصادرنا فقد توفي صباح مساء أمس الأربعاء بغل يستعمل في جر عربة النقل السياحي بالمدينة أمام مدخل مسجد الكتبية التاريخي وعلى مقربة من أشهر وأعلق فندق بمدينة مراكش فندق المامونية. المعطيات ذاتها أكدت أن البغل سقط جثة هامدة منذ صباح يوم أمس في الوقت الذي ينادي عدد من الفاعلين الجمعويين والسياحيين مصالح الجماعة التي تترأسها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بضرورة التدخل لنقل جثث الحيوان المذكور.